وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم. التفت جيدا، يقول إلا أن الأنصار خالفونا. أين الإجماع؟ يقول إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا. لاحظ إذن الأنصار صاروا في كتلة وفي حزب وفي تكتل وفي جهة، وعندهم مرشح، وعلي والزبير ومن معهما في كتلة في حزب في تكتل وعندهم مرشح للخلافة، وباقي المهاجرين في مكان في كتلة في حزب في تكتل وعندهم مرشح. يقول فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالى عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. التفت جيدا، أنا أريد أن أسجل هذه القضية هنا. لاحظ، هذه قضية جدا مهمة، وهذا أصل وأساس في قراءة التاريخ، القراءة الصحيحة. التفت جيدا إلى هذا الأمر. عمر الخليفة الثاني، أبو بكر الخليفة الأول، الصحابة من المهاجرين معهم. صنف عمر الأصناف الناس المجاميع إلى ثلاث، واحدة تمثل علي والزبير ومن معهما، وهؤلاء انشغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهينا منه. مجموعة أخرى اجتمعت في سقيفة بني ساعدة وهم الأنصار بأسرهم، يقول الخليفة الثاني. والمجموعة الثالثة هي تمثل الخليفة الأول والخليفة الثاني ومن معهما عندما ذهبوا إلى السقيفة. التفت جيدا، الآن من الذي صعد؟ صعد خطيب الأنصار وتحدث مع المهاجرين ووجه الكلام إلى المهاجرين. ماذا قال لهم؟ وأنتم معشر المهاجرين رهط، بما فيهم من؟ بما فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني. لاحظ ماذا يقول، التفت هنا، يقول وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. دفت دافة، إذن أي دافة هذه؟ علي والزبير انشغلوا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ومن معهما هم موجودون في هذا المجلس، في هذه المحاججة، في هذه السقيفة. إذن يوجد خط آخر، خط رابع، حزب رابع، هو الذي هدد الأنصار، وهو الذي أراد أن يختزل الأمر ويختزل الأنصار ويتصدى لكل شيء ويأخذ كل شيء. التفت جيدا إلى هذه، إذن يوجد حزب رابع، يوجد مؤامرة من كتلة رابعة، من مافيا، من عصابة، من جهة اغتيالات رابعة، هي التي تريد أن تتسلط على الحكم. التفت جيدا هنا، إذا يوجد عندي مجموعة رابعة، عندي كتلة رابعة، عندي حزب رابع، هو الذي دفع الأنصار، التفت، إلى أن يجتمعوا ويرشحوا منهم،
ودفع بعد هذا المهاجرين ومعهم الخليفة الأول والثاني إلى أن يجتمعوا ويرشحوا منهم أو يذهبوا إلى الأنصار فيرشحوا في مقابل الأنصار. إذن هؤلاء يرشحون وأولئك يرشحون والآخرون انشغلوا بالتجهيز والدفن، والمجموعة الرابعة صاحبة التهديد، صاحبة التخطيط، صاحبة المؤامرة. يقول: فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحفظونا من الأمر. التفت، لو كان المقصود هنا، لو كان المقصود أبا بكر وعمر لما سمحوا لهم بالكلام أصلا ولا وجهوا الكلام إليهم، ليس فقط الآن يوجه الكلام لهم، يقول لهم: أنتم تريدون أن تختزلونا، أو بعد أن تصدى أبو بكر وعمر للكلام أيضا يقولون: أنتم المقصودون بهذا الكلام. لكن الأنصار لم يحكوا بهذه الخصوصية ولم يشخصوا أحدا من الموجودين من المهاجرين. إذن ليس الموجود هنا هو الذي يمثل خط التآمر. يقول: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. لاحظ الخلفاء الصحابة تصرفوا بما عندهم، لنقل بدون مكر، بدون دهاء أموي مرواني أو سفياني، يعني على النهج العام، قالوا بما عندهم وبما يعتقدون به وبما يعلمون به وبما هو يسجل لهم أو يسجل عليهم. فيوجد بعض الأمور لو كانت عند الأمويين لا يخبرون بها، أمور خاصة، اعترافات، إقرارات، لكن الصحابة تصرفوا على سجيتهم، على طبيعتهم، لا لوث عندهم، لا خبث عندهم. قلنا لا يوجد عصمة، يوجد أخطاء نعم، لكن نتحدث مع المنهج العام ومع السير العام ومع كل قضية وكل موقف وكل حالة بما هي. يقول: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال أبو بكر، يعني عمر يكمل، يقول: فقال أبو بكر: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط. لاحظ يقولون إجماع، أين الإجماع؟ يقول: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. من الذي يقول؟ الخليفة يقول. يقول: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. لاحظ هذه لا يقولها، لو كان المتكلم من الأمويين لا يتحدث في هذه الخصوصية. يقول: ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. التفت، هذا لو كان المتحدث أموي لا يتحدث في هذه الخصوصية.
يقول قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا. لاحظ لماذا يقول بايعنا هذا؟ يقول عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم. يقول هذا أقوى شيء، ما عندنا حل هناك في تلك اللحظة، ليس عندنا حل إلا أن نبايع أبا بكر. لماذا يقول؟ يقول خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعا أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. التفت، إذن أين القناعة؟ أين الاختيار السليم؟ أين حرية التعبير؟ أين حرية الفكر؟ إذن القضية كانت قضية مربكة، فيها مؤامرة، فيها خطورة، فيها خطر، فيها جيش، فيها قوات، فيها تهديد. وهنا عندك الأنصار خافوا من هؤلاء، من هذا الجيش، من هذه القوة الغاشمة، من هؤلاء الغاصبين، وعندك المهاجرون بقيادة الخليفة الأول والثاني أيضا خافوا من تلك الجهة المعادية التي تحاول أن تستغل الوضع وتسيطر وتسلط على الحكم. إذن صار بينهم هذا الذي حصل هناك. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعا أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناه على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون الفساد. يقول فإما بايعناه على ما نرضى، ما لا نرضى، إذن يوجد مبايعة على ما لا يرضى من أجل الأمن العام والحياة العامة الطبيعية والمصلحة العامة والأمان العام. لاحظ إذن يوجد مبايعة لكنك لا ترضى بها، لكنك تضطر للمبايعة، وإلا فتخالف يقع الفساد، فلدفع هذا الفساد المتوقع الشديد تقبل بالبيعة على كراهة. لاحظ إذن هذا أيضا نهج خطه الخليفة الثاني. إذن الآن لا يؤخذ على علي عليه السلام لماذا بايعت مع لو تمت البيعة، لو كان قد بايع، الآن هل يؤخذ على علي عليه السلام لماذا بايع علي؟ إذن البيعة لا تدل على الرضا، وهذا هو الخليفة الثاني يقول بهذا، يقول إما نبايع على ما لا نرضى أو نخالف فيكون الفساد. إذن لا يوجد خيار بين هذا وهذا، فيقول لو حصل هذا إما أن نختار أن نبايع على ما لا نرضى أو يحصل الفساد. فبالتأكيد لاحظ بيعة على ما لا نرضى في مقابل فساد، إذن بيعة على ما لا نرضى فيه صلاح، على أقل تقدير ليس فيه الفساد المتوقع من المخالفة. إذن هذه محتملة، إذن هذه واقعة، إذن هذه موجودة. لاحظ القسم الثاني، الشطر الثاني الذي يكمل هذه الفكرة، ماذا قال؟ قال لو فارقنا القوم ولم تكن بيعة ولم نأخذ منهم البيعة لأبي بكر، ماذا سيفعل القوم؟ ماذا سيفعل الأنصار؟ سيبايع رجلا منهم بعدنا. إذن أخذت منهم هذه البيعة بالرضا، بالقناعة، بالظروف الطبيعية؟ لا، بدليل أنه قال لو تركناهم لبايعوا رجلا منهم. إذن الأنصار بايعوا مع عدم الرضا، بايعوا مضطرين، بايعوا محرجين، إذن يوجد بيعة مع عدم الرضا، فالبيعة لا تدل على صحة من تصدى للأمر، من بايع لا تدل على أنه أمضى للمقابل. واقعا نتحدث عن الواقع، نعم ظاهرا يترتب عليها ما يترتب، على أقل تقدير هو دفع الفساد المتوقع عند المخالفة، هذا ما أشار إليه الخليفة الثاني. إذن هذا ما حصل من قبل علي عليه السلام ومن قبل الحسن عليه السلام. فقد رد الخليفة الثاني رضوان الله عليه على المنهج الأموي، على منهج التيمية، على منهج الدواعش، على منهج التفخيخ الفكري والعقلي. يقول وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا أن إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فحصل أن رشحنا أبا بكر فبايعوا على ما لا يرضون، ما لا يرضون، ومع هذا تحقق